منتخب الجزائر تقريبا في نفس التصفيات. منتخب الجزائر يقترب من مقابلة حاسمة من أجل التأهل للمونديال في انتظار المقابلة مع منتخب بوركينا فاسو الحاسم التأهل. بالطبيعة نتمناو إن شاء الله للمنتخب الشقيق واللي ضم برشا ملاعبين نحبوهم في تونس ومرة من البطولة التونسية كما بغداد بونجاح كيف كيف أيضا يوسف البلالي عبد القادر البدران لاعب الترجي حاليا حسين بن عياد أيضا لاعب النجم حاليا اللي شاركوا في المقابلة البارحة. لكن فما برشا كلام تقال على يوسف البلالي لاعب الترجي حسينا كأنه فما حملة على اللاعب هذا لزوز أسباب. باش ناخذ التفاصيل الكل من عند زميلنا الإعلامي في قناة الهداف مؤمن آية قاسي اللي مشكور كل ما استحقوه يكون موجود معنا. مؤمن أهلا بك. أهلا السلام عليكم خويا إسلام، تحية رياضية كبيرة لأشقائنا وإخواننا التوانسة. شنو أحوالك مؤمن لاباس؟ نحمد الله ونشكره على كل حال، الحمد لله الصحة مليحة، العائلة مليحة، الوالدة بخير، كل شيء الحمد لله. ومنتخب الجزائر كيف كيف مليح، قاعد تقريبا يواصل في السلسلة الإيجابية نتاعو بعدد المقابلات دون هزيمة ما شاء الله، تقريبا في ثنية باهية في انتظار الإمضاء على التأهل للمونديال. نعم في الانتظار التأكيد وفي انتظار إمضاء المونديال إن شاء الله يوم الثلاثاء. المنتخب الوطني في ساحة جيدة منذ قدوم الناخب الوطني جمال بالماضي الذي يواصل رغم كل شيء، رغم التحكيم الهزيل في إفريقيا و يعني رغم الصعوبات الكثيرة التي نتلقاها من تغيير ملاعب وتغيير تعيينات، يعني أصبحنا نلعب اليوم في المغرب، يوم في نيامي، يوم يعني أصبحنا يعني في يوم في القاهرة. هذه هي ظروفنا وهذه هي ظروف إفريقيا لازم التأقل معها، ولكن الحمد لله الفريق في صحة جيدة وفي استمرارية كبيرة. نتمنى أن نوقع فوز آخر إن شاء الله في ملعب الانتصار، ملعب تشاكار الشهيد مصطفى تشاكار بالبليدة ان شاء الله. بطبيعه هذا نتمناه للمنتخب الجزائري الشقيق، بطبيعه نتمناه نكونوا مع بعضنا في المونديال ان شاء الله كيف كيف منتخب مصر ومنتخب المغرب كيف كيف ان شاء الله نكونوا مع بعضنا في المونديال القادم المونديال العربي ان شاء الله في قطر ان شاء الله. بعد هدف أكيد. يوسف اي تفضل تفضل مؤمن. اي اكيد ان شاء الله، بارك الله فيك. تسمح لي اخويا اسلام ان اوضح بعض الشيء، بعض الامر في هذه الراديو القناه التي نتابعها وموقره ونحبها كثيرا. اسلام كان عندي تدخل او تدخلات كثيره مع الزملاء التوانسه في كاس افريقيا بدون اي مشكله، عشنا تصفيات كاس العالم، عشنا تصفيات كاس افريقيا، نهائيات كاس افريقيا، نهائيات كاس العالم مع بعض، كنا خاوه وكنا ناكلوا خبزه واحده. وما ننساش العرضه، ما ننساش العرضه تاعكم تاع الكسكسي في 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 الكابون، راك شافي مليح هنا. كان فيه جو اخوي، يعني ان شاء الله يعني اذا كان الله سبحانه وتعالى وفقنا لهذا العمل الصحفي علينا ان نعمله بما يعني بما يقتضي اخلاقيات هذه المهنه. على الاقل احنا رانا خاوه، لما نتكلموا لما نقول انا الفريق التونسي يغير مني، ماهوش يكرهني، ماهوش يحسدني، ماهوش يبغضني، ماهوش يحقدني. انا جزائري كنت نغير لما نشوف تونس في القمه في التسعينات مع شكري الواعر، راضي الجعيدي، الهادي برخيصه رحمه الله، اللاعبين الكبار السليمي ما كانش واش نهدر، طرابلسي واش نهدر، واش نخلي في الفوتبول في نيجيريا. تحكي باش نحطوا الساده المستمعين اي مؤمن مؤمن فقط فقط مؤمن باش نحطوا الساده المستمعين في الاطار. تحكي على الكلام نتاعك اللي خرج تاويل اللي وقع تاويله بالخاطئ بخصوص الغيره بين المنتخب التونسي والجزائري. بارك الله فيك، وانا صدقني صدقني والله العظيم لا الوم اي احد، لانه في احنا كنا معرضين للخطا زميلي اسلام، تعرف جيدا اننا كصحفيين ربما جينا خاصه لما تكون في المباشر تجيك معلومه افماش كثير كما نقولوا تحكم جيد في المعلومه، ولكن نحن كما نقولوا حصل خير كما نقول اخي العزيز، حصل خير ان شاء الله، ولا احقد ولا يعني ما راني شايد حتى حقد على خوتي، بالعكس صلحت الامور ودخلت في بعضها، لاننا كشعب واحد مستحيل مستحيل ان نتكلم على اخويا التونسي اللي جدي بات في تونس، بات سقيت سيدي يوسف وماتوا جدودنا تم كيف كيف جدودنا وجدودكم في انتحار وفي يعني في استشهادنا كل في سقيت سيدي يوسف، نروح نحكي انا على شعب احتضن ثورتي انا المجيده؟ مستحيل يا جماعه الخير. احنا نحكينا على الغبطه، وهذه لدينا كشعوب ك ماشي
صراع رياضي. كنت تكلمت معاك على إسلام لما قلت لي مؤمن محرز سائر كلام ربما للفريق التونسي، وكنا وضحنا الأمور كنا فرحانين لأن وضحنا الأمور جيدا، أليس كذلك؟ صحيح صحيح. إذن اليوم علينا أن بيناتنا نكونوا خاوة وتكون عندنا كلمة واحدة في يعني في كل الميادين، ليس فقط في الجانب الرياضي. أنا كنت ربما أتشرف باتصال من الأخ ويقول لي مؤمن مش حبيت تقول، مش حبيت تفهم، حبيت تفهم. مستحيل أنا نروح نقول تونس يتمنوا خسارة الجزائر أو شيء من هذا القبيل، أو أحتاج أنا أن أعمل على اسمي ولا نعمل روحي. إسلام راك تعرفني مدة 7 سنوات على الأقل من غير الاستوائية، ربما قبل هذا راك تعرفني وتعرف بكل يعني بكل روح رياضية. أحب إخواتي من باب التاريخ المجيد تاع الثورة، ومن قبل هذا نحن إخوة في التراب والدين والوطن. أكيد أكيد صحيح مؤمن، يمكن وقع تأويله بالخاطئ، ما عمرك ما تكون تقصد الكلام اللي قلته مؤمن به. نحكيه شوية على يوسف البلايلي اللي كلام كثر عليه في الأيونة الأخيرة لزوز أسباب مؤمن. تقريبا شفنا السيليبراسيون متاعه اللي عملها بعد الهدف متاعه البارح في المقابلة، شنو صاير مع يوسف البلايلي مؤمن؟ يوسف البلايلي صدقني لعب وهو تقريبا عائد من الإصابة، وهو راه لاشيفين تاعو يعاود تنفخت. نعطيك معلومة، البارح كنت رايت فيكتيم دانا طونطا من عند اللاعب الجيبوتي مسكين غالب اندفاع هذاك، واش عندهم كوم ارم بور كونتري دي زاشيريان تكنيكمون بلي فور، إلا اجريسي في لا شوفي غاي عاود تنفخت له. كان مريض، هو كان مريض شوفي، وقبلها خرجت هدرة انه تعاطى مخدرات لانه فيه ممنوعات، يعني وليس مخدرات يعني ممنوعات، منشطات منشطات يعني المحظورة. كان يعني فيه كلام انه اللاعب اللي يتكلموا عليه في قطر هو لاعب العربي اظن لاعب اخر، يعني كان فيه لاعب كان يلايتي تيستي بوزيتيف دو فوا. هما بعض الناس تكلمت قالت ربما بالليلي، ليش بالليلي؟ علاه بالليلي مسكين؟ لانه الان منذ حوالي 6 أو 7 مباريات النجم الاول هو يعني الباترون مع رياض محرز هو رياض، هو يوسف البلايلي اللي راه يصنع الفارق ودائما يستطيع ان يحدث، خاصه في ادغال افريقيا في المباراه الصعبه مع ضد النيجر وضد وبوركينا فاسو. هذه الحمله اثرت عليه كثير، معرفتي ليس كثير ربما حتى تتحطم معنوياته لا، ولكن زادت عليه ضغط. صور انت البلايلي عمره ما يهفد البالون ويروح يطير البينالتي وحده، حتى كي كان في ليسبيرونس يافي توجور دي بريوريتي في ليسبيرونس، من هو اللاعب الاول والثاني والثالث. يوسف في زي بارتي سي با بريميتير ربما. اليوم لما في ليكيب ناسيونال عندك بغداد في التيران، عندك سفيان فغولي، هو حكم البالون راح ضرب البينالتي عطاها لانه تحت ضغط. ولكن لما سجل كانه صار لهذا الناس اللي تكلموا عليه وارادوا ان يورطوه في قضيه لا ليس له فيها لا ناقة ولا جمل. حتى جمال بالماضي بعد المقابلة يبدو أنه رفض التصريح للتاجة الجزائرية بخصوص الموضوع هذا ولا؟ صحيح، في الندوة الصحفية تحدث وقال يا إخوان نحن كجزائريين لازم نحب بعضنا وندافع بعضنا وما نخلقوش، احنا ما نقولوش كاريسي دون لو سونس دو بوا، يعني ما راناش هنا كصحفيين نضربوا الشيطة كما يقولوا، ولكن نخدموا خدمتنا كي تكون لازم نخدموها. اذا كان الرجل غلط ما نديروش كيما يقول لك من حبه نديروا قبه، لا، نحكيوا على الموضوع بموضوعيه بدون شحنه زائده وبدون اي يعني ابتزاز او تجاوز من النطاق الرياضي. هذا ما قاله بالماضي وحذر، قال حذاري، لان اللاعبين يشاهدون ويتابعون كل شيء، يعني قد تكونون سبب في تحطيم معنويات لاعبينا، خاصة أننا كنا على موعد يعني ليس صعب ولكن مباراة في إفريقيا تتعلم هذا أخي سلام، وجربناها شحال مرة، مباراة في إفريقيا تبقى صعبة بظروف أنت تعرفها وأنا نعرفها لأننا نعرف جيدا الظروف التي يلعب فيها منتخبينا منتخبات شمال إفريقيا في أدغال إفريقيا. اليوم الحمد لله لعبنا في المغرب، لعبنا في القاهرة، لعبنا في نيامي، لعبنا في كل الميادين، ونحن ب 32 مباراة بسم الله ما شاء الله بدون نزاع. ان شاء الله تتواصل اكيد في المقابلة القادمة مع بوركينا فاسو، وايضا تواصلت الحملة حتى بعد المقابلة
على يوسف البليلي بخصوص الصورة اللي انتشرت انه كان على بنك الاحتياط بعد ما خرج وشاد فيديو الهاتف الجوال نتاعو. انا نقول لك هذا اللاعب الذي يسعد الجزائريين والذي هو حاسم في المباريات الأخيرة سواء سجل او ما سجلش، يوسف دائما هو اللي يفك الشفرة ونشوفه مردوده في تحسن جيد، رغم انه يلعب في قطر الذي يرى البعض ان بطولة قطر ليست بطولة كبيرة وليست بتلك البطولة تسمح للاعبين دوليين بالبقاء في مستوى. اليوم تصور انت فيه نقطة استفهام، ليش بليلي؟ ليش بليلي خرج في الصورة؟ قال لك نورمال عادي جدا، هو كان يشوف لي بيرفورمانس تاعو، يعني المستوى تاعو لي بيرفورمانس تاعو كاش كانوا في المباراة، وهذه كذلك يعني من حبه يديروا قفه. خلينا نحن على موعد كبير وان شاء الله نتأهل يوم الثلاثاء، اما نحكي الامور الجانبيه هذه لما لا تسمن ولا تغني من جوع. اللهم ان كان رب، اللهم ان كانت هناك نيه ب يعني يعني ربما السيد فيها بريسيون، يعني تضغط على بالليل حتى يفقد تركيزه وما يلعبش المباريات اللي لازم يلعبها. يوم يوسف بات واصبح لاعبا شئنا ام ابينا، الفضل يعود للترجي التونسي بالدرجة الأولى الذي أعطاه ثقة وأعطاه الفرصة رغم كل ما قيل عنه، رغم كل ما تكلمنا عليه، ولكن لن ننسى ولن ينسى الجمهور الرياضي أن يوسف بلايلي بطل إفريقيا مع الترجي التونسي، ومباشرة بعد شهرين بطل إفريقيا مع المنتخب الوطني. لا أحد يستطيع أن ينسى هذا ليوسف، مستحيل يوسف إسلام خويا، مهما عملنا مهما صار سيبقى اسم بليلي مخلد في الكرة الوطنية. صحيح رسالة أخي أكيد. مؤمن فقط من حب استغل الفرصة متاع وجودك معنا باش نسألك، نعرفك متابع وفي للمنتخب التونسي وكنت تسأل فيا عن المقابلة وين باش تتعدى، كيفاش تشوف ماتش تونس وغينيا الاستوائية اليوم؟ بإذن الله بإذن الله تأكيد، رغم ربما يعني اليوم اصبحنا شوف يعني يا اخويا اسلام اصبحنا نطمع اكثر من النتيجه. في واحد الوقت كنا لما نلعب في غينيا او في جابون او في طوغو نقول تعادل بيه، يا ربي ماتشنيل، يا ربي ماتشنيل، تعادل بيه. ايه اليوم الحمد لله اصبحنا نفوز. البعض يتكلم عن الاداء، صحيح لما يكون لاعبين باهيين في المنتخب التونسي ننتظر الاداء، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل في حالة أداء جيد من تونس وخسارة هل سوف ننصف ذلك الأداء الجيد؟ بالطبع لا، بالطبع لا، سننسى الأداء الجيد. التاريخ يسجل نتائج، يا رحم الله والديك. أنا بإذن الله نشوف تونس كتيبة ملباس بها، كان فيه ردة فعل جيدة ضد المنتخب الجزائري رغم أنه سجل عليها هدفين في ظرف وليد جدا. نظن أنه المباريات يلعبها صحيح، ربما الأداء حتى الفريق الوطني لما فاز تصور 8-0 أمام جيبوتي الفريق الجزائري تحدثوا عليه وتحدثوا على أداء. لا يجب علينا أن نكون إيجابيين ونكون وراء المنتخبات تاعنا. منتخب تونس هو في طريقه للتأهل، يجب تعزيز هذه الحظوظ للذهاب بعيدا في كأس إفريقيا ولبلا العودة بها، ومعودة تونس يعني تصير دي كان شابين. انا لما شفت اخواني التوانسه زعفوا لما خرجوا من الدمي فينال في كان مصر، نقول لك صح اسلام راك شفت كيفاش، قلت لك سي با نورمال، وعلاش تجاوبوا بهذه؟ سبحان الله وي با غانياتو ليكو، سبحان الله لي سي كوم سا. احنا الله غالب، احنا نديروا في عملنا، لازم الناس تفهم كصحفيين نديروا خدمتنا، نرضيو المشاهد نسيو نخدموه، ماشي نرضيوه، ارضاء الناس الى غايه ما تدرك، نخدم هذا الشعب ونخدم هذا هذا الناس بالطريقه التي نراها جيده وحسنه لتحسين، دائما لتحسين. لما ننتقد السيد كبير هكذا اسمه الكبير المنظر الكبير، اي الكبير، لما ننتقدوه ما ننتقدوش لتحطيمه، لا ننتقد للاصلاح تحسين للاصلاح. انا ارى ان تونس باذن الله في طريقها ان شاء الله للتاهل منذ هذه المباراه، يعني المباراة هذه بربي ان شاء الله تكون فايده باذن الله. مؤمن، شكون اللاعب التونسي تمنيته يكون جزائري موجود في المنتخب تاعو؟ توا اي خير خيري الياس الصخيري. نعم جيدا، هذا اللاعب منذ ان كان في مونتيلي لاعب ممتاز، ذكاء تكتيكي كبير،
قوة بدنية، فيجون جو، ما شاء الله ملي كان يلعب مع ريال بوليبول حصل لي شرف راح كمونتري حاورتهم كامل، هذا في اللعب اللي كان معه كذلك في باستيا والآن وفي سنتيتيان وهبي الخزري كذلك. نعم خزري وهبي، ولكن تعرف أنت جيدا أن نحب كثير، نحب كثير طارق جاب وهبي برخيصة رحمه الله، الله يرحمه، لي رجولته فوق أرضية الميدان محال ننساها، سواء في سواء مع الفريق نتاع الترجي كذا في المباريات ضد خاصة ضد الصيف شبيبة قبائل اتحاد العاصمة وفي المنتخب الوطني مومن نافك ما تحزننا كجزائري والله حزننا اي الله يرحمه. كنت قريب برشا نافك قريب برشا الاتحاد الجزائري وعندك الاخبار وكيف كيف حتى الستاف تكنيك بتاع جمال بالماضي، فما حاصلة من في المنتخب الجزائري على التفريط في عيسى العيدوني اللي لعب منتخب التونسي ولا لا؟ لا ماشي تم الاستغناء عن ياس العيدوني، يعني كان فيه لاعبين برشا في البروفايل تاعو عندنا في الفريق الوطني، ما يحسنه جمال بالماضي يا اخي اسلام ربما لا نراه عند اخواننا التوانسة ولا عند اخواننا المغاربه. ما تروحش تجيب انت لاعبين خمس لاعبين في بوست واحد فقط باش نحيه لفرنسا ولا نحيه لبرتغال ولا اسبانيا ولا البرازيل، فهمني؟ اليوم انت عندك مشكله في حراسه المرمى تجيب حارس مرمى، عندك مشاكل احنا في الميديا تيران الحمد لله كيما السيد العيدوني عيسى عندنا برشا مثل اللاعبين كيما عيسى، ما كانش مشكل لو بروفيل نو مونك با. انا اليوم تجيب لي لاريير دروا تاع تونس نقول لك عندي مشكله على الجهه اليمنى نديه. انا عبد الجليل مديوب تونسي الاصل كذلك عنده اصول تونسيه اختار الجزائر، عبد الجليل قيس تعرفوا بيان سور اي بيان سور الى شوزي الجيري سا سي اون بون شوز. علاش سي اون بون شوز لينا؟ لان ما عندناش بوكو داريير سونترو. اليوم تصور راني نلعب بالعمري في عمره 32 سنه وبدران يقترب من الثلاثينات كذلك. عبد القادر بدران الثالث مقابلك اساسي نجم نقولوا فك بلاصته ولا مازال؟ ما شاء الله نظن انه اصبح خيار جيد وقد يزاحم بالعمري او طهرات في مكانه اساسيه. تصور في ثلاث مباريات قبل البلاء الحسن وجمال بن ماضي نعطي لك معلومه رسميه، جد سعيد بمردوده، هو كان من يعني باغمي لي ميور ساتيسفاكسيون تاع لي دو ديرني ستاج. تكلم عليه في شاب وقال ان بدران اقنعني رغم انه لم تكن له مباريات عديده مع اللاعب عيسى مندي في وسط الدفاع، ولكن يبدو ان بدران كذلك وحش في افريقيا واثبت ذلك مع الترجي التونسي. يعطيك الصحة، شكرا لك مؤمن على كل هذه التفاصيل، شيق الحوار معك. يعيشك خويا اسلام، فقط في النهاية نتمنى حظ موفق لخالد بن يحيى الاسطورة القائد الفريق نسور قرطاج، لم ننساه كذلك الحوار الذي كان كبير وكبير جدا بين الترجي والكليب لما كان اللاعب فضيل مغارية من جهة واللاعب الكبير خالد بن يحيى وقائد فريق المنتخب القومي التونسي قائد فريق. يعطيك الصحة ان شاء الله، ان شاء الله بالتوفيق لكل المدربين التوانسة في البطولة الجزائرية، عددهم أربعة ولا تقريبا اكتسحوا الدولة الجزائرية المدربين التوانسة خمسة الحمد لله. لطفي السليمي، نبيل الكوكي، خالد بن يحيى، شكون آخر؟ سميلي عاوني، كاين واحد في الثورة، عمار السويح كيف وشكون الرابع؟ عمار السويح تميمة القبائل اي في نقول لك انا عمار السويح، نبيل الكوكي، لطفي السليمي، خالد بن يحيى وخالد بن يحيى، هذا مربع، شكون الخامس؟ والاخر تاع الثوره والله نسيت اسمه قيس اليعقوبي. قيس اليعقوبي صحيح قيس اليعقوبي. ايوه بارك الله فيك يا ايوه خمسه، لما نقول لك خمسه يعني ما صحيح نتبع فيها الاسلام. يعطيك الصحه مؤمن، شكرا لك وبالتوفيق ان شاء الله. توجور ان بليزير تباسي سور ان فام اكسبريس كو جو ريسبكت بوكو. ميرسي بوكو، يعطيك الصحه مؤمن، شكرا لك وبالتوفيق ان شاء الله في بقيه المسيره نتاعك كيف كيف بتوفيق المنتخب التونسي والجزائري. موزيكا بعد مكملين في البلاي حتى الخمسه.